اهلا وسهلا بكم اعزائي المستمعين، اعزائي المستمعات، بنرحب بكم اليوم في حلقة جديدة وموضوع جديد نتحدث فيه عن بعد معركة عين جالوت وتحرير سيف الدين قطز لدمشق وحمص وحلب. حلقة اليوم بعنوان فتوحات السلطان سيف الدين قطز لدمشق وحمص وحلب. بعد الانتصار الذي حققه سيف الدين قطز وجيشه في عين جالوت، كان يفكر في أمر الحاميات التتارية في بلاد الشام في دمشق وحمص وحلب وغيرها من مدن الشام. ومع ما أصاب جيش المسلمين من كثرة الشهداء وكثرة الجرحى وما لقوه من عناء وتعب، فقد قرر السلطان المظفر سيف الدين قطز السير لدمشق لتحريرها من سيطرة التتار والمغول، قام باستغلال فرصة انكسار جيش التتار وهزيمته الساحقة في سهل عين جالوت. أراد سيف الدين قطز أن يستثمر انتصاراته على جيش المغول في عين جالوت، وذلك في تهيئة انتصار جديد للمسلمين في دمشق على جيش التتار المحتمي فيها. فجيش التتار قتل بأكمله في معركة عين جالوت، ولم ينقل أحد منهم الخبر إلى أهل دمشق. فأراد سيف الدين قطز أن ينقل خبر النصر الكبير على المغول بنفسه ليضعف من معنويات الحامية التتارية في دمشق فيسهل عليه فتحها، وهذه كانت خطة ذكية. فقرر سيف الدين قطز أن يرسل رسالة إلى التتار ويعلمهم فيها بهزيمة قائدهم كتبغى وجيشه في واقعة عين جالوت التي تحدثنا عنها في الحلقة السابقة. جاءت مضمون الرسالة التي أرسلها سيف الدين قطز إلى التتار كما الآتي: أما النصر الذي شهد الضرب بصحته والطعن بنصيحته، فهو أن التتار خذلهم الله، استطالوا على الأيام وخاضعوا بلاد الشام واستنجدوا بقبائلهم على الإسلام، وهذه عساكر الإسلام مستوطنة في مواطنها، وما تزلزل لمؤمن قدم إلا وقدم إيمانه راسخة، ولا تثبت لأحد حجة إلا وكانت الجمعة ناسخة، ولا عقدت برجمة الناقوس إلا وحلها الأذان، ولا نطق كتاب إلا وأخرسه القرآن، ولم تزل أخبار المسلمين تنتقل إلى الكفار وأخبار الكفار تنتقل إلى المسلمين، إلى أن خلط الصباح فضته بذهب الأصيل، وصار اليوم كأمس، ونسخت آية الليل بسورة الشمس، إلى أن تراءت العين بالعين وأضرمت نار الحرب بين الفريقين، فلم تر إلا ضربا يجعل البرق ندوا ويترك في بطن كل من المشركين شلوا، وقتل من المشركين كل جبار عنيد، ذلك بما قدمت أيديهم، وما ربك بظلام للعبيد. هكذا كان فحو الرسالة التي أرسلها السلطان المظفر قطز إلى كتائب التتار المغولية المحتمية في دمشق وحلب وحمص. وصلت رسالة سيف الدين قطز إلى دمشق في يوم 27 أو 28 تحديدا من شهر رمضان، وبهذه الرسالة علم المسلمون نبأ الانتصار، فقاموا بثورة عارمة داخل دمشق، وأمسكوا بجنود التتار وقتلوا عددا منهم وأسروا عددا آخر وفر عدد آخر. وكان السبب الرئيسي لما حدث في دمشق هو انهيار معنويات التتار بعد سماعهم خبر هزيمة قائدهم كتبغى في موقعة عين جالوت. في يوم 30 من رمضان وصل سيف الدين قطز وجيش المسلمين دمشق بعد 5 أيام من معركة عين جالوت، ودخل جيش المسلمين دمشق واستتب الأمن. في أول أيام عيد الفطر أرسل سيف الدين قطز قائده ركن الدين بيبرس بمقدمة جيشه لتتبع الفارين من التتار ولتطهير المدن الشامية الأخرى من الحاميات التتارية المغولية. فوصل بيبرس لحمص واقتحم معسكرات الحامية التتارية وقضى عليهم، وهرب من هرب منهم، وأطلق سراح المسلمين الأسرى الذين كانوا في قبضة التتار، ثم انطلقوا خلف الحاميات التتارية الهاربة،
فقتلوا أكثرهم وأسروا الباقين ولم يفلت منهم إلا الشريد. ثم اتجه بيبرس لمقدمة جيشه إلى حلب، ففر منها التتار، واستطاع المسلمين تطهير بلاد الشام بأكملها من التتار في بضعة أسابيع. ما إن حرر قطز مدن الشام حتى خطب له في المنابر في كل المدن المصرية الشامية وأيضا الفلسطينية، فقد أعلن سيف الدين قطز توحيد مصر والشام تحت دولة واحدة بزعامته، وكانت هذه الوحدة هي الوحدة الأولى بين الإقليميين منذ 10 سنوات، وذلك منذ وفاة الملك الصالح نجم الدين أيوب. وبدأ قطز في توزيع الولايات الإسلامية على الأمراء المسلمين، وأرجع بعض الأمراء الأيوبيين إلى مناصبهم، وذلك ليضمن عدم حدوث أي فتنة في بلاد ومدن الشام. فأعطى قطز إمارة حمص لأشرف الأيوبي، وأعطى إمارة حلب لعلاء الدين بن بدر الدين لؤلؤ، وأعطى إمارة حماة لأمير المنصور، وعين الأمير المملوكي جمال الدين أقواش الشمسي وهو قاتل القائد المغولي كتبغا في موقعة عين جالوت التي تحدثنا عنها في الحلقة السابقة. أعطاه الأمير سيف الدين قطز، عينه على الساحل الفلسطيني وغزة. أما دمشق فقد عين عليها علم الدين سنجر الحلبي، وفي يوم 26 من شهر شوال عام 658 هجريا، الموافق الرابع من شهر أكتوبر عام 1260 ميلاديا تحديدا، عاد سيف الدين قطز إلى مصر. وهكذا انتهت حلقة اليوم التي أتمنى أن تكون نالت إعجابكم، وانتظروني في حلقة جديدة قريبا بإذن الله تعالى.